جبت لكم اليوم واحد الوصفه كنتمنى تعجبكم وتنال الاحسان ديالكم وتجربوها. واحد الرولي ديال الغدان كيحيجي احسن من الكاشير واحسن من اللانشون اللي كنشريو. هاد الرولي ديال الغدان ما فيهش مواد حافظه وما فيهش حتى داك الملوث الغذائي، يعني كيوجد بسرعه، والاهم من هذا الشيء كله انه اقتصادي وصحي جدا للوليدات ديالنا. كنتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها، وطبيعه الحال الى عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لي بارطاج ولي لايك، ونبداو على بركه الله في المقادير وطريقه التحضير. عندنا المقادير واحد 500 غرام ديال السطر ديال الدجاج ولا لاداند مطحون مزيان عند الجزار ولا في المنزل. عندنا التوابل كامل، البزار، بودره ديال الثوم والزعتر والبابريكا وصويا الصويا. انا غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال البودره ديال الثوم، غادي نضيف عليها الابزار حتى هي معلقه صغيره ديال الابزار، والكمون غنضيفو نصف ملعقه ديال الكمون، البابريكا حتى هي معلقه معمره صغيره ديال البابريكا اولا الفلفل التحميره اولا الفلفله الحمراء. غادي نضيفو هنايا الزعتر، واحد المعلقه صغيره ديال الزعتر غادي نضيفو في البدايه، معلقه صغيره ديال الزعتر، ونقدروا نضيفوه من بعد انا غادي نشوف. وغادي نضيفو بالنسبه للملحه كتبقى على حسب الذوق، انا هنا ضفت معلقه صغيره ديال الملحه معمراش، ونضيفو صوص ديال الصوجة أو الصويا واحد معلقة صغيرة. حنا تقدرو تضيفو الزيت، أنا استغنيت عليه، درت فقط هاد الصوص ديال الصوجة. صافي هنايا غادي نعجن مزيان هداك العجين ديالي ديال هداك صدر ديال الدجاج ولا لاداند أو لاداند. غادي نخلطو مزيان هدوك التوابل حتى كيتعجنو لينا مزيان مع ديك الكفتة اللي صوبنا، كيتعجنوا معها وكيتخلطوا وكنحسوا بهذوك المقادير تجانسوا لينا مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا. صافي هنايا راها مزيانه العجينه هي هذيك كيف كتشوفوا، كنور كنزيد ندلكها مزيان باش كنحس بهذوك المقادير تجانسوا لينا مع هذاك الكفته ديال لاداند اولا ديال الدجاج اللي درتو. صافي من بعد غادي نضيفوا، غادي نزيد واحد، نزيد تقريبا واحد شويه ديال الزعتر كيجي معاها مزيان وكيتوالم معاه وما كيجيش مار. من بعد ما خلطنا المقادير مزيان صافي هنايا غادي نجمعوا الكفته ديالنا بهذا الشكل هذا. هنا كناخذوا واحد الفيلم اليمونتير كنسرحوا بهذا الشكل هذا، غادي ندير واحد الاضافات واحد الخليط ما بين الحبه السوداء واحد شويه، وغادي نضيفوا عندنا هنايا الفلفل الحار حتى هو كنديروه، وكنديروا اضافه ديال الزعتر. هادو ثلاثه ديال التوابل اللي غادي نحركوهم مزيان بهذا الشكل هذا، وغادي نبسطوهم على هذاك الوجه ديال لو فيلم اليمونتير بهذا الشكل. الوغ هاد العناصر اللي درت هادو اشنو غادي نحطوهم، وغادي نحطوهم ونشدو هذيك القطعه ديال الكفته اللي وجدنا هي اللي غادي نروليو فيها هاد التوابل بثلاثه بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. غادي نبقاو معها عيب شويه بشويه حتى الوجه كيتغطى لينا كامل بهاد العناصر اللي ضفنا بثلاثه هنايا. فهاد حنا كنكونوا هنا خدامين وكنديروا الطنجره اللي غادي نفوروا فيها حيت غادي نطيبوا على البخار، ما غاديش نديروه في الماء، نديروا على البخار فقط غادي يطيب يكون واجد، حيت اون فوا تنكملوها صافي تنحطوه كنبقاو غادي حتى كنحصلوا على هذه النتيجه كيف كتشوفوا. حنا كنروليو وفي نفس الوقت كنضغطوا عليه، كنضغطوا على الجوانب باش كنحصلوا على داك الشكل الكروي اللي كنبغيو نقطعوه كيعطينا هذوك لي غونديل. صافي هنايا من بعد ما غطينا الوجه ديالو كامل بهذوك التوابل اللي ضفنا ليه، الخليط ما بين الحبه السوداء والفلفل الحار والزعتر، صافي غادي نسدو عليه بهذاك لو فيلم اليمونتير. حنا كنسدو كنزيرو باش كنحيدو اي غازات ولا هذيك النفس اللي كتبقى لداخل هذاك الهواء كنحيدوه منها تماما. صافي ومن بعد غادي نلويوه، كنلويو كنزيرو
باش ما يدخلش لينا لا ما ولا حتى شي حاجه ولا هذاك ديك لا فابور تدخل لينا لداخل. صافي بهذا الشكل هذا. الو من بعد ما سدينا عليه مزيان هنا غادي نديرو غادي ناخذوا هذاك البابي الومنيوم غادي هو اللي غادي نزيد نغلف به يعني غادي نساليو. صافي من بعد ما كيف كتشوفوا سديت عليها مزيان وفي نفس الوقت كنسدو وتنزيدو نوركو باش كن نحصلوا على هذا الشكل هذا بهذا الشكل. انا راه صافي هنا مسدودين مزيان. صافي انا غادي نمسح هذاك السطح العمل ديالي وغادي نجيبو هذاك البابي الومنيوم صافي وغادي نروليوه بهذا الشكل هذا. كنروليو كنزيرو كيف كتشوفوا راه كنروليو كنورك عليه مزيان بهذا الشكل. صافي وغادي نسدو الجوانب. صافي هنا من بعد ما سديناه مزيان وتاكدنا بانه وركنا عليه هذوك الجوانب مزيان صافي هنا بطبيعة انا في الاثناء كنكونوا شاعلين على الطنجره ديالنا اللي غادي نطيبوا فيها هذا الرولي. انا هذا الرولي غادي نبخره ما غاديش نطيبوه غادي نديروه في الكسكاس غادي صافي غادي يطيب على هذاك البخار. غادي نغطيوه هنا وغادي نحسبوا لواحد ساعه المكانه باش كنتاكد بان غادي يطيب هذاك الرولي. ونتلاقاو في الطبق الاخير لطبق التزيين ونتمنى وصفه اليوم تعجبكم وتجربوها وما تنسوناش في لي بارطاج والتعاليق الزوينه ديالكم. هذه هي النتيجه الاخيره ديال الرولي ديال لاداند. كيف كتشوفوا تيجي هذوك الالوان متناسقه وشهيه كتشهي بصراحه. كنتمنى وصفه اليوم تعجبكم وغادي نقطع لكم نقطعوا هذا الرولي باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. وقبل ما انا كنقطعوه حتى كنخليوه حتى كيبرد واحد شويه عاد كنقطعوه باش كنتفاداو ما يبداش يتفرتت لينا في يدينا. فوالا هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا. كنتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها ونتلاقاو في فيديوهات مقبله مع وصفه ام طه. وخليتكم في رعاية الله ومع السلامة.